وصل صوتك. فرصة باش نعبركم شكون اللي كاين على مشاعري. نمسي مدام كابول على نعطي كيك ما نقولش كونساي انه ساعة السكتور. متأكد مرتاح جدا لمستقبل السياحة في اللينو اللي اخذيناه لنا، ونجم نأكد لك أن فوز افي دي بون كولابوراتور في وسط الوزارة هذه عاونوني كما يلزم. فوز افي اون بروفيسيون منظمة وبعد ساعات نقول، ونأكد لك أنه معناها حتبقى جو مريح 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 جدا، مش كيما الجو اللي لقيته البارح في لانسي والبلوك. والله أنا فرحانة برشا اليوم هنا، على خاطر الناس الكل اللي جاو قالوا لي والله صحة ليك صحة ليك أنت اللي ميستير دي توريزم، على خاطر اللي كيف فيه بيا الناس يخدموا هذيك خدامة كثر معهم جاو. بيان سور عندنا برشا مشاكل مش كان في التوريزم في البلاد الكل، ولكن الناس كل قالوا لي معناتها اللي عندك اكيب اللي تنجم تعمل عليها، وهذاك هي ساعه اول مساج نحب نقوله معناتها انا اللي نحب نخدم معاكم. وبتبدا عندنا برشا خدمه وخدمه صعيبه، اما الخدمه لازم تعمل جو نعملوا فيها، اوكي؟ مانيش نعملوا ديبرسيون، نحاولوا نخدموا برشا او نعملوا جو زاده الاثنين. ثاني حاجه بالنسبه لي سي مينيستير اللي هو عايش من لي بروفيسيونيل، بو موا سا سي تري امبورتون. معناتها انا اصلي بون كنت نخدم في شركات وخدمت في الكونسلتين، معناتها لازم واحد يعرف وقتاش احنا ان سيرفيس، معناتها لازم نسمعوا اون ايكوت نعاونوا اون كوبير مع بعضنا، معناتها نخدموا مع بعضنا. بون سي سيغ مش كل شيء باش يجي باش تعملوا، خاطر عندنا زاد سيرفيس كونترول، معناتها عندنا زوز حاجات، معناتها عندنا لازمنا نكونوا متفتحين نسمع اون ايكوت، وعندنا بعض اخرى لازمنا ساعات نقولوا شنو لازم نعمل. مي هذوما الاثنين نعملوا فيهم ميزان باهي، ونعرف الميزان هذا مش سهل راه، معناتها من خبير تاع بل لازم واحد يعرف كيفاش يتعامل. ومن بعد باش تقول انا واحده من اللي قالوا لي لي جورناليست قال لي انت ماكش خبيره نتاع السياحه، اوكي سي فري، اما علاش؟ على خاطر انا القياده باش نفهمها و 18 سنه وانا نخدم انترناسيونالمون، معناتها خدمت في افريقيا الجنوبيه وفي امريكا وفي المانيا وفي انجلترا وفي سنغافوره. انا علاش نجحت؟ على خاطر ديما نخدم مع عباد اللي هما خير مني، ديما نخدم مع عباد اللي هما الاكسبرتيز نتاعهم اكثر مني، على خاطر هكاك نسمع. خاطر كان انا احسن يا اخي، هو يا اخي المينيستر دو ديفونس اسمه احسن جندي، ما علاش ما حاشي مينيستر دي فرنسا كان هو احسن جندي، ما حاشي كان جندي. معناتها انا بالنسبه لي العقليه نتاعي معناتها معاكم كيفاش نحب نخدم، هيك علاش نقولها توا، خاطر نحب الناس الكل مش ليكيب نتاعي كهو تسمعها، اللي انا نحب نخدم بكيفاش نخدموا بعضنا الميثودولوجي هذيك هي اللي نحب نجيبها باش نخدموا بعضها. ايكوت باش نعملوا ديزولي نحب نخدموا بعضنا. انا ما تعرفوا النهارين الثلاثه يتعداوا ما كانوش اسهل انهار في حياتي، واللي مي كوليغ الوزراء الاخرين كلهم اون اي من ايكيب اكسترا. والله وقت اللي نعش كان شفته في التلفزه وقت اللي انا يو ثقه نتاع المسج التاسيسي، وهي ثمنه عاليه اللي انا نشوفها بيناها،